الأمنية الذي يساهم في تنظيم حركة السير. وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام مشاهدين الأعزاء انطلق شوط جديد، وأحيل الميكروفون لزميلي سيف نعمير الاشتبي. شكرا محمد غانم مصطفى. أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة بدأت من خلال هذه الأشواط شوطا تلو الآخر، تأتي في اليوم الثاني على التوالي من عمر هذا المهرجان الجميل، مهرجان وهذا الكرنفال الخليجي المتميز. وهناك أيضا اتصال أتى من مدينة ناهل، مدينة الخير ومدينة العطاء، من مدينة سويحان، تهنية خاصة لمالك مكيدة سلطان بن يري والمنصوري، وهي تنحدر من سلالة شاهين غيث، من هجن الرئاسة، من أيضا محمد بن طويلب المنصوري، صالح بن مبارك بن عيد المنصوري، يهنونه على هذا الفوز ويهنونها للوزبة. كما أيضا هناك عبد الله بن سيد بن حميدة الخيالي يهنونه على فوز همنول، وأيضا التهنية موصولة للجميع. أيضا هناك الشوط أيها الإخوة هو الشوط الرابع عشر، الشوط الرابع عشر من خلال هذه الأشواط الجميلة، الشوط الرابع عشر. وهنا اللي في المركز الأول جائزته أيضا هنا هذا الشوط سيارة جميلة، سيارة مميزة. وأرى اللي في المركز الأول همنول غير النتيجة، انتقل إلى المركز الأول. مشرف عوض بن حمد بن علان غير النتيجة. وهنا شاهين مطر بن مبارك بن سعيد المنصوري، وهناك أيضا هناك زحام لسعد سعدان بن فواز العتيبي. والسلام الله 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 الله، هناك لا زال مشرف يقود هذه الجموع ويتحمل مسؤولية قيادة هذا الشوط بكل قوة وبكل جدارة. مشرف بالمركز الأول ويتشرف بالفوز. مشرف يتشرف هنا في هذا الميدان، في ميدان السوان، ويقترب من مدغة الخضرة، من حزام الأمان. هذا هو مشرف، تهانينا والناموس لعوض بن حمد بن عيلان على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز. المركز الثاني زحام لسعيد بن فواز العتيبي. المركز الثالث الأسد لسهيل بن سعيد بن خليفة العامري. المركز الرابع اللي وصل فيه 34 لمياس أيضا لسليب بن سعيد القحافي، انتقل إلى المركز الرابع ووصل لخذ المركز الرابع. هكذا النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء. نعود إلى التوقيت الزمني ايضا لمشرف لعوض بن حمد بن عيلان، خذ المركز الاول، حيث انه قطع المسافه في زمنه وقدره 6 دقائق 11 ثانيه، 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا لعوض بن حمد بن عيلان واللي خذ المركز الثاني. اللي خذ المركز الثاني زحام سعيدان بن فواز العتيبي، واللي اخذ المركز الثالث 6 دقائق 13 ثانية، 5 اجزاء من الثانية. واللي في المركز الثالث الاسد سهيل بن سعيد بن خيلة العامري، بن خيلة ولكن هو مدون بن خليفة، ولكن هو بن خيلة للتعديل، سهيل بن سعيد بن خيلة العامري 6 دقائق 14 ثانية، 5 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التصحيح اللي حصل على المركز الاول، تهانينا لسعيد بن راشد بن